اهلا وسهلا بكم في النشاط الجوية على قناة النهار اول قناة اخبارية في الجزائر اذا يستمر الاضطراب الجوي امطار حتكون اكثر غزارة خلال مساء اليوم بالمناطق الغربية الوسطى وكذلك الوسطى مع رياح حتكون قوية تستمر هكا الوضعية الجوية مشاهدينا الى غاية يوم السبت ونح يبدا فيه التحسن التدريجي اكثر تفاصيل نبدا بصورة القمر الاصطناعي توضح في في انتشار كثيف للسحب الرعدية على كامل المناطق الشمالية وبعض السحب العابرة بالجنوب الغربي الرياح كما قلت لكم تكون قوية على المناطق الغربية وكذلك الوسطى خاصة الداخلية تقدر تلحق حتى 40 كيلومتر في الساعة عموما الرياح تكون جنوبية شرقية سرعة الرياح ما تفوتش 30 على باقي المناطق الشمالية تقدر تلحق حتى 30 بمعظم الولايات الجنوبية مع تطاير للرمال فيما يخص الحال مع صباح مع الفجر الحال دائما مغيم مع أمطار حتخص المناطق الغربية وكذلك الوسطى حتى السواحل الشرقية الأمطار ساعات تكون رعدية بالمناطق الداخلية كذلك الهضاب العليا يصبح الحال مغيم على شمال الصحراء كذلك باقصى الجنوب نحو الهوكار خاصه على الحدود الجزائريه الماليه اجواء صافيه عموما على باقي المناطق الجنوبيه درجات الحراره المرتقبه مع الصباح ومع الفجر سجلوا في حدود 25 درجه سجلوها بشمال الصحراء بغردايه زلفانه بريان والمنيعه 19 درجه على بشار القناه سوبني عباس 29 درجه بوسط الصحراء بمنطقه عين صالح سجلوا في حدود 18 درجه بكل من منقالمه سوقراس وكذلك تبسة وبير العاتر ما بين 19 إلى 21 درجة بمعظم السواحل الوطنية و15 درجة كأن مقياس حتكون ببتنا وكذلك صيف وقسنطينة مع إن شاء الله راح تلتحق الأمطار أكثر فأكثر إلى سواحل الوسطى وكذلك الغربية عموما فيها جواء غائمة مع أمطار ورعود على كامل المناطق الداخلية كذلك الهضاب العليا الأمطار تكون أكثر اعتبارا خلال المساء في المناطق الوسطى الغربية وكذلك كذلك الوسطى عموما عودة الصفاء تدريجيا إلى السواحل الغربية والشرقية خلال المساء فيما يخص المناطق الجنوبية راح تشكل الرعود بأقصى الجنوب نحو الهوكار خاصة على الحدود الجزائرية المالية عوده الصفاء تدريجيا بشمال الصحراء وتبقى الاجواء مستقره والحجب على باقي المناطق الجنوبيه باستثناء تطاير للرمال راح يخص المناطق الجنوبيه يمتد حتى الى الهضاب العليا فيما يخص المشاهدين درجه الحراره الحين ان شاء الله تقدر تلحق الى حوالي 44 درجه كاعلى مقياس بمنطقه عين صالح 43 درجه بادرار و 41 درجه على إيديزي وجانت 30 درجه بالجزائر العاصمه 33 درجه بالغواط افلو يبقى فيه في درجات الحرارة 29 درجة بكل من جيجل وسكيكدا وفي حدود 28 درجة ببتنة وباريكا خلطنا سيادين المتوجين إلى سواحل البحر على طول شوية الساحل يكون من قليل الاضطراب إلى مضطرب فيما يخص درجة حرارة المياه تتراوح ما بين 24 إلى 29 درجة مئوية بكامل السواحل الوطنية اتجاه الموج يكون من شرقي إلى شمالي شرقي على السواحل الغربية والوسطى أما على السواحل الشرقية اتجاه الموج يكون من شمالي إلى شمالي غربي، الرؤية دائما متوسطة على كامل الشريط الساحلي. شوفوا مع بعض مشاهدينا اليوم ولاية من ولايات بلادنا نتوجه بكم اليوم إلى الجنوب الجزائري إلى ولاية أدرار. عموما الأجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا درجة الحرارة تلحق إلى حوالي 43 درجة مئوية نسبة الرطوبة فيها متفوتة 20% والرياح عموما من ضعيفة إلى معتدلة ممكن أن تلحق حتى 30 كيلومتر في الساعة نختم بالشروق والغروب للعاصمة وبعض من ولايات الوطن الشروق بالعاصمة راح يكون في حدود الساعة و و29 دقيقة والغروب حيكون في حدود الساعة السادسة و57 دقيقة لكم على المتابعة ومشاهدة طيبة مع قناة النهار